كابتن شريف، يمكن انا اللي اتكلمت في الانترو على حته روح العيله، ودي قلما تلاقيها في حته تانية، بدايه من الجمهور الى اصغر عامل في النادي الاهلي. عايز اتكلم معاك كويس قوي في الحته دي، لان انا عارف انت قد ايه اهلاوي، قد ايه مطحون ومعجون باسم النادي الاهلي، وقد ايه احنا كلنا بجمهور النادي الاهلي بنحب النادي الاهلي قد ايه. لا، ولاعيبه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، الناس كلها بتشتغل عشانها يعني. فالحقيقه احنا الفتره اللي فاتت دي من الحاجات الجميله قوي اللي احنا عدينا فيها، ثلاث بطولات صحيح، ولا احلى ولا اجمل من كده. صحيح. ربنا وفقنا توفيق كبير قوي في كاس عالم الانديه، وعشان تعرف ان احنا ناس كويسين وناس بنعرف ربنا كويس قوي، ربنا كرمنا اخر كرم في بطوله كاس العالم للانديه. صحيح. خلانا نتفوق تكتيكيا ونتفوق ذهنيا ونتفوق نفسيا على البرازيل وكولومبيا واسيا، واصطدمنا بحائط العالم كله بيصطدم بيه دلوقتي، بايرن ميونخ، وكان ايجابيات فيها كتير قوي في وسط البطوله دي. خلاص بقى انت فرقتك بمؤسستك كلها عودوا الجماهير على مرحله نجاح كلها. صح. مرحله كلها مكاسب الحقيقه. فلما بيحصل لك دروب زي ماتش ضد فرقه من افريقيا، انت فيها اصلا البطل، انت المشهود لك من اقوى البطولات اللي انت خدتها السنه اللي فاتت، كانت بطوله عالميه بصراحه بالنسبه لنا احنا. انا كنت بقول كل ما اطلع هنا في النادي يا اسامه اقول ايه؟ انا عايز اخد البطوله دي، مش عايز اخد حاجه. مظبوط. مش عايز اخد حاجه ثانيه. مظبوط. يعني خلاص انا ساتسفايد. كلنا كنا انا كشريف الاهلاوي اللي انت تقول عليا، انا مبسوط. متعطشين البطوله دي باي طريقه. يا اخي انا مبسوط بالوضع ده. صح. انا وربنا بيكرمنا اكتر، لان احنا ناس الحمد لله بنعرف ربنا كويس قوي، وبنعرف ازاي مؤسستنا تاخدنا من المحليه والافريقيه والعالميه. ناس بتشتغل على قدم وساق كلهم زي ما انت قلت، من اول عامل لغايه رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وكل الموجودين يعني المحترمين. ف صعب قوي انت لما تتغلب ماتش فجأة كده، وبعدين بدون اعذار وبدون اي حاجة الدنيا كلها تتقلب. صحيح. بتقول لك انت اتغلبت ومش قادر تمشي في الملعب. طب يا جماعة الرطوبة، يا جماعة نقص الاكسجين، احنا نفسنا نقول الكلام ده وما بنديش اعذار لنفسنا. مظبوط. لان احنا عودنا الناس على كده يعني. مظبوط. خلاص يعني ما بقاش في مرحلة لازم نبقى قاسيين على نفسنا. صح. احنا اللي حطينا نفسنا في هذا الوضع، احنا اللي ما ينفعش. لازم تفضل ماشي كده زي ما انت بتقول، وشفتك في الانترو مفيش اي حاجه بتحصل، انما مباراه كويسه. انا اتغلبت المباراه دي، انا قلت ليه؟ ايجابياتها هتعود عليا بالكتير قوي. بعد اذن حضرتك بس هقول حاجه. احنا زعلانين من الهزيمه، ولكن من الشكل. برافو. لا، ومن الهزيمه طبعا، ولكن زي ما حضرتك بتقول هي ممكن تكون جت في توقيت مناسب جدا. انت بتوديني في حته ثانيه. انما مش سعده بالهزيمه، انما هي جت في توقيت مناسب فعلا. انا محتاجه زي ما اتغلبت في بايرن ميونخ وركزت في بالميراس. ركزت بتركيز ايه وطمعت في بالميراس، ورحت الملعب الناحيه الثانيه وضغطت عليه زي ما ضغطت اول شوط في الدحيل. صحيح. يعني انت عندك شواهد، عندك حاجات. احنا بنفضل نقارن دايما بجميع المباريات، بجميع المواقف، بجميع حتى بنتدخل دلوقتي في شغل مستر موسيماني. انت بتلعبش ليه باربعه؟ ايوه 4-4-2. انت بتلعبش 4-3-3 ليه؟ ما تلعب بفرودين. انا زعيم الحكايه دي يعني. أيوة. انت بالك بتمنى دايما الحاله الشرسه الهجوميه لفرقتي. أيوة. اني املك حسين الشحات ومجدي قفشه وجونيور ومحمد شريف وبواليا وكهربا، ها؟ أو املك كتيبه، ببقى عايزهم. أيوة. كلهم فين؟ في خط ال 18. مظبوط. بتتخبط يا ايمن في بعض الاجواء، وفي ناس كتيره بتحب تنول منك وتفرح انك انت خسرت. صح. ما عشان كده ربنا بيكرمنا اكتر. صح. عشان كده احنا عمرنا بنتمنى خساره لاي حد. صحيح. احنا بنبص في ورقتنا بس، زي ما احنا بنشتغل دلوقتي، زي ما هنبص في ورقه طلع الجيش اللي انا يعني انا حزين على ده طلع الجيش بهذه اللعيبه المحترمه اللي موجوده فيه. أيه. دول لعيبه جامده جدا. أيه. لما هنتكلم في الفنيات بعدين. لما انت ما تقلقش خالص غير من شكل النادي الاهلي دلوقتي اللي بيحافظ. صحيح. على التفوق اللي هو فيه. أيه. ومن حق البطل انه يتغلب او يتعادل. لو الدنيا بتقوم وتقع. وارد في كل حاجه. الزمالك اتغلب بالمحله في مباراه، الزمالك متسيده تماما. أيه. حد كان يقول المباراه دي تخلص كده؟ وعلى المستوى العالمي بنشوف ريال مدريد وبرشلونه والبايرن
وبتكلم مع عالمي وبتكلم كل وقت صحيح. وفرق عندي هنا في الدوري زي بيراميدز مش ممكن يكون دي نتائجها. فاحنا عشان احنا الحمد لله قشينا الحكايه كلها زي ما بيقولوا صحيح. وخدنا البطولات ولسه عندنا بطولتين كمان يمكن ربنا يوفقنا يا رب. باذن الله. فهتلاقي دايما الدنيا عليك احنا اول الناس اللي بنعاتب على نفسنا وبنصلح صح. من نفسنا. وانت شفت سمعتك وانا داخل بتقول كابتن محمود جاب الاسره وقعد يتكلم. دي قعدة احنا كده زي ما احنا خمسه كده بنقعد احنا نتكلم في عيلة. في الامور الشخصيه صح. وفي الحاجات دي ما فيش بدون علام يعني لا حد هيعرف يعمل الضربه بتاعه موسيماني دي ولا حد هيعرف صحيح. يعمل انه يجيب واحد من افريقيا لافريقيا في نفس الوقت ده وياخد بيه افريقيا صحيح. لا عايز اقول لك حاجه يا كابتن ده شغل انا نفسي اللي انا يعني بيقولوا كنت من اسرع الناس ومش عارف ايه ما اعرفش الراجل ده برمج الحكايه كلها صحيح. في وقت صغير جدا الحمد لله ربنا وفقه ووفق الدنيا عشان جماهير النادي العظيمه دي صحيح. تعرف الدنيا ماشيه ازاي والحق موجود فين.